السلام عليكم جميعا. نترحم على شهداء الثورة وشهداء كل دم سال في تونس من أجل الحرية من أجل الكرامة، سواء كانت الحركة الوطنية أو الثورة. سلمى بن محمد، ولاية قبيل ليدوس، أرملة الشهيد محمد بن محمد، تزوجت المرحوم كنت في سن 17 سنة، هو ابن عمي. بداية الرحلة في الانتهاكات أو التتبعات من يوم الزواج، يوم عقد الزواج رفض عقد الزواج في مدينة دوز في البلدية بحكم لأنني ارتدي الحجاب، فحاولنا محاولة في أماكن أخرى بعيدة قليلا على مدينة دوز. انتقلنا لمدينة جمنة، تم عقد الزواج، لكن بعد أسبوع تقريبا تمت إقالة رئيس البلدية. في نفس الأسبوع تقريبا تم نقل المرحوم من قبلي، كان هو ضابط في ضباط الصيف عريف أول، نقل كعقاب لأنه تزوج محجبة، نقل من قبلي فعود يروح يوميا، أصبح في جابس يروح بعد أسبوع أو بعد أسبوعين. بعد فترة كانت طبعا هو منعطي عليه لمحة الله يرحمه، هو التحق بالجيش التونسي سنة 1977، تخصص في مجال الهندسة العسكرية، دورة 22 للهندسة العسكرية، تحصل على المؤهل عدد 3 في الهندسة العسكرية، أرسل لفرنسا سنة 1982 وتحصل على المؤهل. كانت الحياة عادية، لكن في الفترة هذيك كان في فترة بورقيبة كانت العقابات قليلة، مجرد العقاب كان نقل من مكان إلى مكان تبعيدة، من مكان دوز إلى جابس ومن بعد تونس وبنزرت، وكان هذا يحد العقاب فقط لا أكثر ولا أقل. وكان في الأثناء هو كيف ما ذكر أخونا فريد أنه كل عام في كوندي داليبري يعدي الباك. في العام هذاك قدم مطلب للدولة للجيش التونسي أنه يتمكن من الدراسة في نفس الوقت، هو في الخدمة العسكرية ولكن يعدي الباك وهو على ذمة الجيش الوطني. مكن الجيش من أنها عدى الباك، تحصل على الباك. في حصولها على الباك خذي رتبة من معارف أول إلى وكيل، ما دمتش مدة طويلة حكاية وكيل. الفترة هذيك يعني هو في عطلة كان في دوز، يعني بعثوا له قالوا له تعال لتونس العاصمة، وزارة الدفاع حجزتها بيك. جي لتونس العاصمة، بقيت تقريبا مدة أسبوع ما بين الداخلية والدفاع، تقريبا الدفاع هو اللي سلم شخص يعني بنفسه للداخلية، وقع البحث معاه وشوي تعذيب. وكانت التهمة خيانة عظمى ومحكمة عسكرية وإعدام، لكن كان صادف أن قريب المرحوم ولد خالته كان رفيق بن علي في العسكر. شنو هي التهمة أستاذ؟ التهمة اللي نعرفها يعني ربما انتماء، لأني للأمانة ما نعرفش، لأنه في حد ذاته كان كتوم حتى بعد البحث، وأصلا نبهوا عليه أنك ما تذكر حد شيء، فقط أنه تم تسريحه، يعني يذكر أنه تم تسريحه فقط لا غير، حتى الأحداث أو التفاصيل اللي حصلت فقط نعرف أنه وقع تعذيبه تقريبا لمدة 4 أيام في الداخلية، ومن الداخلية رجعت للدفاع والدفاع جابوه وأمضى على أساس. المفيد كتب أنه سرح لسوء سلوكي، يعني حبيتنا أن شخص يعني هذه كانت في المدرسة العليا للهندسة العسكرية في باريس في فرنسا، وشوفوا هنا هو هذا المرحوم هذا، قارنوا بين اللي على غطاء على الرأس وشوف الغطاء بتاعه، كان يرفض
انه يلبس الزي العسكري الفرنسي وهو في فرنسا في مدرسة عسكري، يلبس الزي التونسي ويتهم بالخيانة العظمى. يعني حتى هو في فرنسا وفي المدرسة العسكرية كان يرفض انه يرتدي الزي متاعهم وهو في مدرستهم وينتمي لهم. كان الزي، شوفوا فرق في الـ في الـ في الكمبة بتاعت الراس، كان الفرق انه يلبس الزي التونسي ويرفض انه يلبس الزي الفرنسي وهو في فرنسا. سلمى، كيفاش هو عسكري ويتجند كأنه طالب؟ كيفاش تصير الحكاية؟ هو طبعا التجنيد كان بعد ما صرح من العمل العسكري، كان حب يواصل القرايه نتاعه، وسجل في المعهد الاعلى بنابل التقني وين ذكر خونا فريد. مشى في عمتها يقرا، كي جيت وقت التجنيد في افريل في فيفري 20 فيفري تقريبا، كان هو اصلا الاسم نتاعه مكتوب في الليستة، لان هم ما كانوش يلموا فيهم على بعضهم، كانت اسماء مطلوبه ويفرزوا فيهم بالوحي. حبيت نقف هنا ان يعني التجنيد راجل خدم تقريبا قرابة 13 عام وضابط صف، وكان تقريبا يعني يجند في ناس تحت، وكان يعني إطار يعني في تونس التجنيد يعني ما كان في حالات العادية في التوقيت هذاك، كانت الحالات العادية لتونس، لحالات طوارئ، لحالات استنفار، لحالات حتى يستدعى فيها ولا، فما بالك هذا شخص يعني 12 عام وهو إطار عسكري ويقع تجنيد. والأكثر من هذا أنه في التجنيد كانت تنصب له منصة خاصة للتعذيب للتنكيل به دون عن، وكان يعذب أمام الجميع، يعني كأنه نصبين منصة مسرح والناس تتفرج عليه وهو يعذب. يعني ما كانتش تعذيب الكل على بعضهم ولا كل واحد، كان هو يعذب باش يتفرج عليه الناس وهو يعذب. يعني هذا ما كانش التنكيل به كشخص، هو تنكيل بالمؤسسة العسكرية، واللي كان يعذب فيه كان عسكري، واللي نعرف عليه انه يقال عليه انه اسمه اليتنا الرحيمي، واللي نعرف انه اليتنا الرحيمي هذا كان المرحوم الله يرحمه كان عارفه كي كان في الجيش، كان عارفه. بعد التجنيد اللي طبعا جي الاخبار كانت شحيحه وكان الاوضاع كان، لكن ساعه ويجيني واحد من الاخوه يقول لي راه الوضعيه كذا، وكان تجيني بعض الاخبار، فيقال ان ثم تحركات من منظمات حقوقيه ان قدم الملف للزين بن علي، ان يعني فضيحه دوليه باش تولي لك، هذا انت في حالتك العاديه وهو رجل كان اطار في العسكر، فتجيب جنده ومسؤول يعني تكون ربما، فخرج بعد 3 شهور. يعني مش اخلاق منه او ضمير، او هو لانه كان خايف على روحه وصورته في الخارج. فكان لسببين ربما، لان بحكم لانه كان عسكري، وبحكم من كثره التعذيب كان اصبح واضح انه اصبح يعني غير طبيعي، لا ذهنيا ولا جسديا ولا صحيا ولا، خرجوا في حكايه 3 شهور. بعد ما رجع الله يرحمه 3 شهور، النهار الاول كيف فتحت حليت، هو راجع حليت الباب، عرفت انه يعني واضح عليه انه ليس طبيعي، في خزرته في 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 كلامه، في من الوهله الاولى عرفت انه شخص غير طبيعي. مباشره في ايامات بدي الجسم بتاعي ينهار يوم بعد يوم، يبين فيه ايديه تحسهم كانهم بداوا يتشلوا، رجلي كانهم بداوا يتشلوا، الفكر وصل لمراحل انه في الاخر يعدي طول اليوم راقد، ما يعيل حد شيء، ما يدريش على الليل من النهار، اذا ما اعطيناش شيء ياكل ما ياكلش، اذا ما اعطيناش شيء يشرب ما يشربش، يعني هو مش واعي لحد شيء. الشيء الوحيد اللي كان واعي له وكان ما يفوتاش وكان ما ينساش وكان ما يسهاش عليه توقيتات الصلاه فقط. إنسان لا عاد يعرفني، لا عاد يعرف ولده، لا يعرف أمه، لا يعرف أخوته، لكن توقيت الصلاة يصلي هو على ظهره، وكان حاطين له حجر بحذاه يتيمم ويصلي، وتكون صلاة الجهر يصلاها جهر وصلاة السر يصلاها سر، وهو مش واعي هو أصلا شكون. الوحيدة اللي ما غابش عليها وما غابتش عليه هي الصلاة،
وكان كل ما يذن الأذان يردد معاه. وصلنا المرحلة متاعت يعني لاحظت الناس كل إنه لازم يشوفوا له حل. هزيناه لسبيطار دوز، قالوا ما عندناش ما نعملونه، ما نعرفوش اش نعملوا فيه ولا شنو هو الحالة متاعه. إمكانياتنا حتى إمكانياتنا ما تنجمش تكشف اش عنده. بعثناه لقبلي نفس الشيء، قبلي قالوا يلزمكم تهزوه لصفاقس. هزيناه لصفاقس، صفاقس هزيناه العرش لملة باش نهزوه. هزيناه لكلينيك، الدكتورة اللي في الكلينيك قال لنا باش تهزوه تعدوه لسبيطار، راني يعني مشرف غادي في السبيطار، وهزوا رقدوه في القسم الفلاني واني نشرف عليه غادي في السبيطار. رقدناه في السبيطار مستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس. كان الله يرحمه نهار الاول نهار تنجبناه نصبوا لي طاولة تقريبا يكونوا نعتقدهم مستجرات اطباء، بدأوا معايا كأني بحث في مركز شرطة مش في سبيطار. يصلي ما يصليش حاجات معناها ما تسألش، مفروض هما باش يتبعوا الحالة متاعي. يسألوني على حالته الصحية وتدهور الصحة والمراحل متاع المرض متاعه. بحث في مركز شرطة، يصلي ما يصليش، شكون أصحابه، شكون يساعد فيكم، هذا رانا نحن في المستشفى واللي بحثوا فيه لابسين طبالي متاع طب. سامحني يا سلمى، هما لابسين بلايز متاع اطباء وما همش اطباء ولا اطباء؟ لا اطباء لانهم يباشروا في العمل متاعهم، متيقنه لاني لن نلقى فيهم ويوقفوا على المرضى ولكن قاموا مارسوا علي على اساس انهم كانهم مخبرين ما همش اطباء. وكان ثم حاجه معناها في تحالفت علي الناس كل ولا الخبر الشاع في هو كان الله يرحمه كان راقد في الطاق الخامس، كان هو ما الله يرحمه كما قلت لكم لا ياكل لا يوعي لا يقعد، يعني على ظهره يلزمني نوكل في الفطور وفي الغداء وفي العشاء، في ثلاث وجبات يلزمني اني نجي. فكنت ممنوع نركب الاسانسير للطاق الخامس لاني لابسه حجاب، ممنوع نركب نطلع على الاسانسير. نطلع يوميا للطاق الخامس الصباح والقايله وفي الليل للوجبه، وكنت ممنوع ندخل من الباب. كان واحد موجود ثمك احد اقارب واحد من الخاوه اللي كانوا مجندين من 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 زملائه، تكلم عليا فوراني كيفاش التوقيتات اللي نزمني نجي فيها، ما يكونوش الاطباء موجودين وما يكونش ثم حركه، وريني كيفاش نجي وندخل من الشباك يومين ثلاث مرات، ما ندخلش من الباب، كل يوم ننقز من الشباك باش نوكله ونخرج. كانت الناس الكل تعرفني ثماك الفرمليه والاطباء. فما واحد من الفرمليه اش عمل لي النهار الاول، يجيب لي طبليت يقول لي تعرفش كيفاش هذه طبليتي، اختاري نجيب لك الشرطي على خاطر انت لابسه الحجاب، ولا تعري راسك، ولا توصلي لي طبليتي. طبعا راسي ما نعريش وما نحش حجابي، تنقول تنعاند ونقول برا جيبه لي الشرطي، تاعنا هاك الانسان هذاك المخلوق لازم ياكل، نقول له تعطيني نغسل لك طبليتك. بدي حكايتي يمكن حكايه ربع خمسة ايام، بدي يجيب لي طبليته كل يوم، ومن بعد بدي يستدعي حتى في اللي معاه في القسم يجيب لي في طباليه اربعه خمسه سته. بعد بدات الاقسام لحظاهم جيبوا لي الطبالي نتاعهم وجيبوا لي، كان الصباح بكري مش في وقت نتاو، وحنا في الشتي تو، يجيبوا لي في وقت الدنيا تبدا بارده 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 الصباح بكري، وني نجيب نفطر فيه وجيب لي دبوزه جفال، نقول لي تعرفي توصليهم مرتين، المره الاولى جفال وواحده يكون ساك ما تعمليش معاه حاجه اخرى، وتفرقيهم بديك. نصب دبوزه الجفال ويبدا واقف على راسي، مش خوف من ايه، كنت قادر نكسل على راسي دبوزه الجفال، لكن ديما حاسبك الانسان اللي كان نعمل اي حاجه وتصرف يبقى من غير ماكل، لان هما لا ياكلوا على فكره، هما لا ياكلوا ولا يبدلوا له فراشه ولا يبدلوا له ملحفته،
يلزمني اني نجي نبدلها ونبدل المرضى الكل تتبدل فراشاتهم، يبدلوا لهم يوكلوهم يعطوهم رغم اللي الناس تمشي وتجي على رجليها ويبدلوا فراشاتهم. هو يتحط مهما كانت الوضعيه نتاع يلزمني اني نجيني باش نبدل الغطاء ولا الفراش نتاع ما يتبدلش، ويلزمني اني نوكل يحط بحذاها للصينيه ونبقى اذا ما جيتش اني ولا انا. فبديت يوميا 4-8 اشخاص 10 اشخاص نغسل لهم كل يوم ونغسل ولا وننشرهم، ما عطيهمش لا تمشي تطلع تنشريهم نمشي ننشرهم، واني هذا كل ندخل من الشباك ونخرج من الشباك وديما مهدده اقل حاجه لو وساعات تضرب لهم في رؤوسهم. السبيطار في الحبيب بورقيبه تقريبا تعرف الناس، ساعات يقولوا والله شاهين كاستي اخضر من باب الجبلي، راجل يبيع في التاف في باب الجبلي تمشي تجيب لنا كاستي اخضر بالنعناع من راجل هون يبيع فيها على الفحم. نخرج من الشباك ونمشي نجيب لهم في التاي الاخضر وما نتكلمش، وباقي نقول راه مش ضعف ومش خوف منه. من بعد الله يرحمه ما طولش برشا برشا، اللي عرفناه لان الاشكاليه نتاعه في راسه، ضربه في راسه من اثر التعذيب، توفى الله يرحمه. بعد الوفاة نتاعها تقريبا بالنهار الثاني والثالث جاو يطلبوا فيا في بطاقة التعريف نتاعها والباسبور، هي تعطينا البطاقة والباسبور. قلت لهم انا ما عنديش، ما نعرف لحتى وثائق، اللي ما سلمتهمش الوثائق. من بعد اسبوع تقريبا اسبوع ظهر لي اسبوع قالوا وجدت الداخلية تسأل عليه، ثم قضايا تحركت ولا مش عارفة، تبدأ وقت الحملات متاعت 91، هذا كله هو مات في ديسمبر 90، يعني تخل 91 وتتبدأ الحملات الكبرى معناها، فتفكروا حتى هو يمكن في الليستة متاعه ممكن ما حينوش المعلومات متاعهم الفوق باللي هو توفى. بعد أسبوع من وفاته جاو يسألوا عليه على أساس باش يتم عليه القبض يعني. فقال لهم هو انا في الجبان بروح افرو على راسه وانا موجود في الجبان. هو الله يرحمه توفى. بعد بدات الملاحقات فيه، يعني بديت روحت اني من وقتها، يعني عمري في 20 عام وقتها، ولدي عمره في 2 عام و5 شهور في دار واحد معنا، منش باش نبقى وحدي في الدار. والدي اصلا الله يرحمه قال لي منش باش نخلوك هنا، روحت لدار اهلي. بديت حاولت اني نرجع نقرا من جديد، كيف مشيت حبيت نوصل نقرا في المدرسه الحره، قالوا لي لا ما حبولوش التسجيل. بديت قربت يمكن حكايه اسبوعين واني نمشي ونجي عليهم نمشي ونجي عليهم، وبديت حتى في الوالد الله يرحمه نتعبه ونهزه معايا على اساس انه يتحشموش على ارواحهم بحكم معناها الوالد معروف في الاخر كي قالوا لا، قلت لهم راني باش نقدم قضيه، نرجع نقرا ولا نقدم قضية، هذا حق من حقوقي، إذا ما رجعتش نقرا أنا باش نقدم قضية. ولا هكذا جابتهم، مش التهديد لأن عارفين أرواحهم هم الحاكم وهم حشمة من الوالد الله يرحمه في الأخير، قال لك معناها حمد الصغير بدأت حشمة فقبلوني نقرا. بدأت بعد حكاية إني نتعدى يوميا، نتعدى من حذاهم من حذا جيت حذا مركز الحرس. كانت تقريبا نهار بعد نهار يلزمني ندخل نعمل بحث يوميا، يلزمني نهار بعد نهار يلزمني، هذيك واني متعدية لابد نعمل عليهم طلة باش يبحثوا، يكتبوا كدسة في الوراق ويحطوا. فكانت يعني هو البحث انا ما يبحثونيش، نبدا واقفة، هو يكتب، قالت انها منخرطة في جمعية ندرى شنو وغير مرخص لها فانها تنشط وكذا، يكتبوا بعد يقول لها يمضي نتمطى ستيل ونمضي ونخرج نمشي نروح. يحتاجوا لي في لبستي، يقول لي لبستك ماهيش عادية، حتى سندالك ماهوش عادي، بدلي حتى مزعج، الكسوة نتاعك مزعجة.
شفاه لبستي، يقول لي وقت احنا باش يقولوا مثلا عري راس الكل لان احنا في الجنوب وكذا، ثم اللي غطي راس، لكن يقول لي عندك دايره تحطي في المساك. مشكلتهم في مساك، نحرى المساك، دولة كاملة تحارب في مساك، نحط لهم المساك ونمشي. ايش باش نعمل؟ نحي المساك، عبيتهم بالمساسك، نحي مساككم. بعد بدات المضايقات تجاوزتني، يعني بدات المدرسة، بداو كل يوم ينادوني المدرسة وهم متحشمين زاد نفس الشيء، يقولوا راه بصراحة راك تتعبين. هذايا يعني من بعد جي المنشور متاع واحد 108 في العام الثالث ولا، وعلى فكرة رجعت نقرا، كي رجعت نقرا كان يعني بعد 3 سنين زواج الله يرحمه توفى، وبقيت عام بعد الوفاة، ومن بعد رجعت نقرا يعني 4 سنين بطلت، والحمد لله رجعت، ومن الترميستر الأول ناخذ في الشهايد ونجح بامتياز. ولكن نجي بعد المنشور متاع 108 بدوا شدوا الباب، المدير والقيمين يشدوا الباب، بدات زادة معضلة أخرى، الناس كل تعري، البنات كل يعروا روسهم، ما نعريش راسي وندخل، ويجيني المدير ويناديني بربي راك تتعملي لنا مشاكل. للأمانة معناها مهوش بعنف ولا بحكم، يعني المدير أصلا كان أستاذي قراني قدام، وبحكم كيف ما حكيت أني يعني بنت فلان الفلاني. يعني شكون هو والدك؟ شكون هو والدك؟ والدي حمد الصغير، اللي هو قائد ثورة 44، ثورة المرازيق، يعني هو كان أحد قادة، وكان تحكم بالإعدام غيابي، وكان يتحكم في 7 سنين أشغال شاقة، وتحكم ب20 عام أشغال شاقة، ونفي للجزائر في عهد الاستعمار، طبعا في عهد الاستعمار، وبعد الاستقلال لقيوه في زنزانة من زنزانات الناظور بعد ما استلمت تونس، حتى البلاد كانت متخيلة أنه توفى الله يرحمه. بعد الاستقلال كان لقيوه في زنزانات الناظور، وروح بعد روح كان بعد الاستقلال يعني، ما كان، وكان يعني فكان معناها نقولوا احنا عنده قيمته في البلاد. ما شفعش فيك؟ لا، ما شفعش في العيله كله، هو في حد ذاته كان يعاقب، على خاطر احنا العائله كلها كان يعاقب، هو اصلا الله يرحمك كان يعاقب، كي ما يخلصش الضوء يقصوا عليه، كي ما يخلصش السنتيكه متاعه الغابه يقصوا عليه، كل بعد فترة ينادوه يقولوا له أولادك، كيف ما يقولها الكلمة، أولادك خوانجية، قول لهم يبطلوا شوي، قول لهم يعملون، راهم يعملون في المشاكل، قول لبناتك ما عادش يمشوا للجامع. وجات فترة مرة مساومة، نادوه الله يرحمه، حتى كان باش ندخل في بعض، نادوه الله يرحمه، جي وزير خصيصا من كي تبدا الحملات متاعت 91، جي وزير لدوس، وكانوا ينادوه على اساس ان تعالى راه الوزير ناديك انت شخصيا، قال نادو لي حمد الصغير، فنادو قال له ان الله يرحمه، قال له هو وبعض المناضلين اللي كانوا باقيين على قيد الحياه وقتها في عهد الاستعمار، من بعد الاستعمار، قالوا له انتم خدمتوا تونس قدام ونضلتوا كذا، وتقعدوا ديما تخدموا فيها، وعندكم معناها صيتكم، وعندكم الثقه عند الشباب، ماكم تشوفوا تو احنا البلاد تعارض، يعني المؤامرة متاعت الخونجية ومتاعت كذا وماذا من، يعني بصفة أخرى بما أنهم الشباب يثقوا فيكم قودون، حصلوا الشباب وقودون. فواحد من المناضلين اللي هو كان مناضل قال احنا تونس كيف خدمناها قدامنا خدمها تو، وقف الوالد الله يرحمه وحشاكم وتفلى عليهم، قول محمد الصغير 10 راجل ويموت راجل، وخرج من ثميكة وداخ، وبقي 15 يوم وهو راقد من كلمة قود، يعني كبرت عليه كلمة قود، كيفاش يقصوه حمد الصغير، يقصوه بأنه يعني عارف أنه مش هذيك هي الوطنية، الوطنية مش هي الوطن، مش هو الحاكم. المهم بعد كي لقيت روحي باش نتعب المدرسة وباش نتعبهم
وليت بطلت القرايه. يعني انا حجابه ما نحاش، وعلى كل حال بطلت القرايه وبديت حبيت نخدم. انا كان عندي دبلوم نتاع خياطه وفصاله وتطريز، مشيت قدمت بديت نخدم معلمه خياطه في مدرسه كانت في منطقه بعيده علينا شوي. جت الفتره هذه في وقت دخولي للمدرسه، جت في الفتره نتاع تشدان خويا في الحبس، كي شد خويا حققوا معاه منا، ندوني اني حققوا معايا منا، وجاوا للمراه نتاعت المدرسه قالوا لها تخرجها ولا نحوا لك الباتين ده نتاعت المدرسه. بديت بعد بديت كل مره نخدم حاجه يلحقوني، ديما مهددين ما يجونيش انا ولا حاجه، بداو يجوا لل يجوا للمول المول يقولوا لها يا هي يا الخدمه. ثم مرة حبوا ينادوني المنطقة في قبلي، كي نادى جي الاستدعاء كان الوالد الله يرحمه كان قدام الدار البرة قاعد، جي العمدة ومعاه الكهرباء متاع الشرطة على أساس جابي له الاستدعاء. كان وقتها في الفترة هذيك كيف تشد خويا في الحبس وتحكم بثلاث سنين ونص كيف جات الكهرباء وقفلهم بالواقفة قال له شنو، قال له المعمدة معناها، قال له حاج الغالب معناها راهو جايبين استدعاء لسلمى باش تجي للمنطقة. فالله يرحمه كان واقف برك، مشى لهم العمدة قال لهم ما تتحشموش على رواحكم، راني حمد صغير وما أدراك. كي قلت له راني جايبين استدعاء لسلمى ما يزيش معناها، هزته له بكر وتقول له جبنا جبنا استدعاء لسلمى، معناها الراجل كان واقف حمد صغير معناها كان واقف برك طاح. رغم اللي راه الله يرحمه توفى وهو عمره 89 عام وواقف ما شدش عكاز، تشد العكاز كيف دخل خويا الحبس. يعني ما تهدش، ورغم اللي راهو في وقت الاستعمار استشهدت العائلة كاملة، عائلته كاملة استشهدت، خرج لقي أخت برك من العائلة، ست أخوة ماتوا شهداء، خرج معناها لقي مراه بقيت له من العائلة وما تهدش. هاد النهار نشد خويا في الحبس. فاش عملوا هما وقت نقول لهم راهو عيب عليكم وكذا، بداو جماعة المنطقة هما جاو لدوس، بحثوا معايا في دوس. فكان من ضمن البحث يسأل في أخوك اش يقرا، عندي خويا الآخر. قلت لهم يقرا تاريخ، قال لي تاريخ بركة. قلت لهم يقرا ما يقراش في شريعة، قلت له اش معنى علاش الشريعة؟ قال لي لا على خاطر انتم عائلة كلها معناها أكيد راه خوك يقرا في الشريعة. قلت له يقرا تاريخ، وانت ايش تقري في البنات اللي في المدرسه؟ كنت نقري فيهم في خياطه وفصال. قال لي كهو تقري فيهم في خياطة؟ قلت له لا مش كان خياطه وفصال. قال لي شنو؟ قلت له حتى تطريز نقري فيهم حتى فطر. هو كان ينتظر مني باش نقول له من بعد كيف بديت يلاحقوا فيا في كل مكان ونخدم يخرجوني، واش مشيت عملت لهم هما طبعا ديما يجملوا في ارواحهم قدام الاجانب. ثم اجنبي حال مشروع وتزوجت تونسيه، فمشيت ركنت لهم ثماك عند الاجنبي، الحقوني عند الاجنبي وتعالوا قولوا له خرجها. مشيت خدمت لهم عند الاجنبي، ما نجموش يقولوا للاجنبي خرجها على خاطر سياسيه ولا سياسه ولا كذا، هم صورتهم جميله معناها بلد ديمقراطي، ما همش باش يخرجوني ولا يجوا الاجنبي. طلياني كان وقتها خدمت الى ان يعني بطلت وحدي الخدمه. وهذا اللي ربما تكون اهم المحطات هي سلمى. بعد الثوره شنو اللي حسيت وكيفاش لقيت روحك؟ اني بديت نخرج احنا في دوز، تحركت الناس شوي شوية معناها ذر صغار وكذا، لكن وقتاش خرجت الناس كل يوم 13 جانفي يوم وفاة الشهيد حاتم بن طاهر ورضا عون بن عون، نهارتها خرجنا. كنت أصلا يعني كنت في كنت شاهد ضرب الشهيد الله يرحمه، كنت في الساحة. بعد هروب مطرود بن علي، والله العظيم لأول مرة في حياتي نحس إن تونس ملكي.
ملكي تونس لي، والله العظيم وكأن الأرض ما فيها ما فيهاش جاذبية، كأني ما نمشيش على الأرض. حسيت فعلا اللحظات هذيك والأيام هذيك لأن نكر بينا كعائلة ونكر بينا كبلاد وكوطن وكتاريخ وكشعب. كنت واعية من صغري لأنني معناها من حليت عيوني وني مع الاتجاه الإسلامي، ومن بعد مع حركة النهضة، ومن بعد ما ننكرش انتمائي يعني ونعتز به، ويعني وكان الحمد لله ما ننكره حتى على حد انه ناضل في كل الاتجاهات وكل الافكار وكل ناضلت وكل والحمد لله. الثوره ما كانتش مؤامره، الثوره كانت ثوره، ربما وقعت تأمر عليها بعد وقوعها، وبعد هي ما كانتش مؤامرة، هي كانت ثورة، ومتأكدة من أنها ثورة، لأن الولد الله يرحمه بعد ما شد الزين فترة وكنا فرحانين، الناس كل فرحت بالتغيير معناها، وهم كان الله يرحمه قليل الكلام الولد، وكنا فرحانين، قال هو كذب عليكم وصدقتوه، ثم حرية من غير دم. كي جت الثورة وسال الدم، كي سال الدم عرفت أنا فعلا ثورة، لأن درس عطيه لي الوالد من 87 إن ما ثمش حرية من غير دم. شكرا شكرا. آخر رسالة تعطيها لنا؟ الوالد الله يرحمه، ديما نحكي لان الوالد هو اللي كان الحمد لله القدوه. قدام يموت تقريبا بشهر او بشهرين، كنا قاعدين في احنا كان عندنا غابه متاع التمر، كان الله يرحمه يمشي معايا انا واختي ونسنا باش نقعد بحذا نعملوا نخدمه في الغابه، وكان كبر في السن ولكن ما فقدت اللي يقدر عليه انه يمشي يقعد بحذانا باش يونسنا. كنا قاعدين جي راجل تعدى عليه يسلم عليه، وطبعا اي حد يتعدى لابد باش يتعدى على الحاج يسلم عليه، تعدى عليه يسلم عليه وقال شنو يا حاج تو انت بعد فرنسا وجبل وسلاح وبرقابه والزين ودرت الذر والحفاد وكذا وكذا، شنو انت تو؟ قال لي بعد الحبس كل زايد، يعني حد عنده الحياة، هو توفى عام 2000، حدة الحياة عنده، الحياة مش العيش، حدة الحياة عنده عام 57 كي خرج من الحبس. نحب نقول حاجة، أني نتمنى أن المناضلين كيف ما قلت من يسار ويمين ما يقولوش اللي قدام 11 قدام 2011 خسر. الولد الله يرحمه كان بالنسبة لي هو اللي بعد الحبس وبعد النضال زايد وخسارة بالنسبة له، استوفى واستكفى في حياته. نتمنى ما يصلوش المناضلين الحقيقيين اللي يناضلوا تجيهم لحظات يقولوا اللي قدام 2011 خسارة، ما هوش زايد خسارة، منهم انهم ما يستخسروش، توصل مراحل الإحباط ومراحل نقولوا احنا الياس من الثوره، انهم يقولوا اللي صار قدام 2011 خساره ولا زايد. حبيت ناكد ان فعلا هي وقعت، ان يعني عملنا ثوره، هي ثوره راهي ماهوش العمر الكل تبقى ثوره، راه هي ثوره لحظات، ومن بعد الثوره انت صرت على وضع معين لازم تغيره، مش عمل الثوره وتجي وتقعد. نحب نقول للشباب راهو الوضع باش تغير لازمك تخدم،